اما واحده قالت لي حل لايف هو احسن حاجه انك تحل معانا اللايف وانت تعصب، وهي ديجا قريبه تجي، لكن قلت فكره تحفظ علاش لا. فاز نقعد معاكم شويه تونسوني وانا نعصب. امي قلب قاعده مسكينه في البلاصه الكل تقلب فيه، تهبط فيه بالقطعه بالقطعه باش نشوف السروال نتاع التوني ونمشي. سي با نورمال خاطر ايش بيك في سما طبت انت يا جايد زاير زاير. الوغ ملا اقعدوا انتوما كحلوا على بدني، مش كان كحلتوا على حاجه اخرى راهو كان خيره. هاي باهي من بعد اش بيكم ليلة المولد؟ برا مشيو عاونوا اميتكم تعمل عصدوا معاها مسكينه راهي جايه تهدد غير ما قاعدين تلبلبوا من بلاصه لبلاصه. غزاله عيشك ربي فضلك، مولدكم مبروك الناس الكل، مولدكم مبروك الناس الكل. انا حضرت صحافي ما شفتش سيرفيس السنه والله، قلت تو نلقى ما لقيتش عباد خطفوهم مختيفه. المشكله هنا الصحافي اللي عندي تابعين السيرفيس، ما نجمش نعطي لحتى حد معناها عصيده، بعد ما نرجع ليش الصحبه نجم نقتل روحي معناتها، ما نعرفش باش نعمل. نعرف لهم في كيسين العباد عيب يا ناري ديجا طابت هي. باهي كل عام وانت حي بخير. هاي فيش ربي يفضلكم. سي طابت شفتوها هايك طابت. صلوا على سيدنا حبي. انا نتابع فيكم الليبيا، يا ريت تدوي بلغه نفهموها الكل. هي التونسي تفهموش بالتونسي محليك. ربي فضلك عيشكم سمنت ما شاء الله كرشك كبرت. ما صاب له كرش الكل كيما كرشي انا يا خي. لازم الغزول زوز كيلو يظهروا. لا والله لا فضل ها، اما كل حد وقلبه. تقول امي عصيت الزهور وكل حد وقلبه، وانا تكش عليها زوز كيلو ديما كي نعملها تجي برشا، وهي بالضبط ها 500 جرام عليهم 350 جرام فرينه و 250 جرام سكر وحكا نستلي. هذيك هي تحطهم الكل على بعضهم وتبدا تعصب، تجيك عصيده ما فماش ابن منها معناها ما فماش. وهي هكايا تتسمى طابت، غلطه العبيد انهم يقعدوا يطيبوا فيها اكثر من هكا، في بالهم لازمها تهبط هي سي طابت، في بالهم لازمها تهبط هي العصيده. ديجا انا عندي لازم نزيدها شويه ماء هكايا، خاطر لازمكم تحسبوا حساب كي تجم تولي اكثر من الشطر الجامده. هذاك علاش ثما برشا عباد تجيهم يابسه، اللي تجي العصيده يابسه رتي عندي انا، العصيده لازم تقعد كريمه من داخل، اوكي تعمل الجلده من فوق يابسه، ما كي تدخل المغرفه لازمها تبدا واحد ماء معناتها جاريه معناتها من داخل، سينو غتي تولي حطبه كلها تهزها كي حطبه، خاطركم تهبطوها من فوق الغاز ديجا هي يابسه، تعملها هكا هكا، فهمت كي امي تعمل هكا، فهمت تولي حطبه يا امي. كل احسب حساب ليه باش تدخل الفريجيدير وباش تبرد باش تزيد اكثر من شطرها تجمد، اعملوا حساب اللي هي كي تبرد تجمد امان، كيما عملوا حساب الشيء هذا. هذيك غلطه الناس كل، لكن العباد كل تعمل العباد كل عندهم غلطتين هاو، يا يعملوها بزيت فارينه تجي بيضه معفطه فيش مطعم، يا يبداو يعصدوا فيها يعصدوا فيها لين كي تعملها هكا تغسل هذيك العصيده البيضه تيبا كيكا، عصيده الزبوب لازمها تبدا هكا جاريه حتى اكثر من هكا شويه، سي طب تهبط هكا من غير لا ذوق لا حتى شيء بالعين، فهمت؟ ديجا والله العظيم تربست كي حليت اللايف، لكن هي نورمالمون تجي جارية أكثر من هكا. خلينا نقرب لكم بربي خلي تشوف. لحظة بربي. باهي شوفوا يا جماعة شفتوها كيفاش هايك. تقف لهنا ما تزيدش تطيبها، كي تطيبها وتولي ديجا بالتكستور فينال نتاعها في الأخر، احسب حسابك وقت اللي تحطها ماما في الصحفة غدا صباح تصبح لك حاجة تضرب بها الكفر يستسلم. لا. هبطها جارية وكا هاو بعدها تجمد وحدها. باهي. شو نصب هنا هذي؟ خل نصب لا جايب زاير زاير. اوكي انا بالبازر راني كي نجي نعمل لازم نقطع العصيدة من برا. باهي. كي ترمت امك يا وليد عمي. مصادر ترمي الكل كي ترمتي، امك كان جات ترمتها كي ترمتي راه ما جبت طحان كيف كنتي، راه جبت راجل صنديد يعبر في البلاد. اما مش ترمي الكل ترمي، امك راهي ترمتها مضروبه بمقله في ظهرها. و ترمي الكل ترمي هي وليد عمي. فوالا شفتوها؟ هكاكا سي بون، هذيك توا صبيح نوريها لكم كيفاش تجي ستة زي، ولا والله حتى جاري اكثر شويه من هكا سي بون.
هلا شفتوها هكا كتهبط عايشكم ما تهبطش اذا يبست سيء حد ما حتى ديريل هبطوا على على الانستغرام ريتها العصيده هابطه يبسه من طنجرتها من غطي غيف ما فيها حتى شيء يا جماعه ما فما حتى سر ومانيش باش نبدا لعبه لكم فيها بطل العالم في الخرا اها مكتوبه في شتيب العصيده لهنا بالضبط كما قالت العصيده هذه بالقيد حسين تعرف طيب الى خير منه العصيده فهم اها بالقيد حسين لكن التكستور هذيك بالتجربه تفهمها انا هذوما نعرفهم الحكارات حافظتهم معناها من غير حتى شيء اما بالقيد حسين نفس الحكارات اللي قلتهم باش تلقاهم في حكم بالقيد حسين راه ولا اي حكم تاع عصيده كل اللي يعملوا العصيده كل يكتبوا الحكارات ما تبداش تتذاكر اعمل الحكارات هذوك وكي تهبطها هبطها جاريه هكا فهمت ما دين مش تولي تعصف الرفاعه على جنيب تولي كامفوره هكا هذيك تلح ملوحه في الزبله شكون شكل قالوا مش طايبه هذيك عمليه ولا مش طايبه قالت لي قلت لها مش طايبه هي عصيتها كانت حجره حجره قلت لها وهذه طايبه قالت لي هي هذيك طايبه قوليها انت قلت لها اشبعي بها قالت لها على قلبها العصيده ولا عصيتي انا هبطوا عليها كل اللي هو بغيت صحه سماره شاطره ما شاء الله ربي يفضلك والله ما فيها حد شيء مانيش نلعب لكم شاطره انا اللي اي استوس نقولها لكم ها هاي لا شاطره لا وذني هاي شاطره ها مكتوب هاي باش نوري هي باش نقول لكم مش مكتوب 500 غرام من عجينه الزقوق الحاضره هذه لا تتصفى ولا تتبعمث امي جاتني قالت لي صفي الفرينه في الغربل بكاي امي قالت لها تو صفيه خرجت صبيت الفرينه طول خاطر امي تغربلها وتعملها باقي ديما مخها وقت اللي كنا ناخذ الزقوق وكعبوا نرحيوه في الدار ونصفيوه بالكلاسيتو باهي يوم قلت لها تعمل ديجا هي ديما تجي يلبسها العصيده نتاعها زقوق بالقيد حسين اني واي مانيش نعرف بيبليستي بالقيد حسين راهو بفلوسي شريته وحتى كان بيبليستي نقول كان خايب اصلا ما نقبلش البيبليستي ولا نقعد نقول خايب لا وزين مرتين نرجعها في زوز ترات ماء البنات والا زوز ترات ونص انا ديما نعمل زوز ترات ونص ماء الحقيقه معناها حتى 3 ترات ماء درهم وتمشي على الاخر باهي 350 غرام الى 400 غرام فرينه انا ديما الفرينه نحب ننقص منها ما نحبش الفرينه برشا في الزقوق كي تحطوا برشا فرينه تجيكم زقوق باسل باهي 250 غرام سكر 250 غرام سكر البنات مع واحده حليب كيما هكا اللهم واحد مهبول باش يزيد السكر اكثر من هكا معناتها حلوه ياسر ياسر الحق تطلع السكر معناتها تعمل عمي خايبه ما تاكلش عليك تاكل في البقلي وبقلي وسر مكرخه كلها سكر في حتى مطعم معناتها شديت اللوز حشيت وكيف في السكر وكليت وسيسا البقلي سكر وحليب مركز حسب المذاق معناتها زيدوا قد ما تحبوا حليب مركز فوالا السكر قد ما تزيدوا سكر على قد ما تكحال وتطيب قبل وقتها مازلت ما طابتش العصيده معناتها تحط 400 غرام سكر تكحال ويظلك لي طابت وما طابتش اما السكر يكحل علاش نقول لكم زيدوه في الاخر يعني باش تفهموا العصيده طابت ولا ما طابتش انا نعرفها طابت خاطر نفهم بغيت زعما واش استفدتي كي قويتينا كي قلتينا هكذا ما استفدت حتى شيء استفدت امها ما استفدت حتى شيء هذيك قاعده يضرب فيها الفقر والهم وصاحبها بعثها تنيك جيت برد في قلبها لهنا كان جاي عندها راجل فهمت مفرهدها ومضحكها ومحوص بها ومدللها تترقى وقت لي انا باش تقعد تسب فيا بلي يا عايشه طيور بجي هذيك ما وكها راس الهم ديدا عيشه هو جيخ وكي تكلم هو في التليفون يبدا بصحب عليها امها تبدا تهزو في القفه تجي لهنا تولي بنت قحبه صرفها ولا قبيحه تقبحي فيها هو كي تقبحي فيها فهمت هذوكم اختي عبيد محرومين من كل شيء وفوقهم اللوطه الحرمان وعجنب في الجيوب واش تحبها تعمل ها هاي ساهره مع وذني انا تزيد على روحها في الهم هي في الهم وتزيد تغطس في الهم الاخرى لعينيه هذاك هو انا هنعم في العصيده شيخه اخت مع انه نهار صعيب برشا اليوم نوري فيكم العبيد الفرحانين شيخي فما اللي داخلي كحل اللي داخله تبرد في قلبها اللي عندها مشكله ما صبوا لهاش شهريه تجي تسبني انا وانا اختك سماره تعوت حليب حليب النسلي اي حطيت اي حطيت وانا نحرك معناتها بعد ما شعلت النار شوفوا البنات بعد ما تشعلوا النار وتبداو تحركوا تحطوا الفرينه سامحوني تحطوا الماء من بعد تحطوا الزقوق الحاضر نحكي على الزقوق الحاضر راهو اللي مش اللي يتصفى فهمت الحاضر العباد الكل 90% يعملوا في الحاضر وتحط وقبل ما تشعل النار وتحط عليهم السكر هذاك بالحكار الحكار الحكار هو قوه العصيده من بعد تحل الفرينه انا شو نعمل بالضبط نحط العصيده في الماء ومعها الفرينه نحلها بيديا اللي عيف ما يحلش بيدي نجم يحل بالغربال كما تقولهم يضرب ساعتين انا يدي نظاف معناتها انا نعرف اش هذا نعمل نحلهم بالبدا ومن بعد نزيد السكر ومن بعد نشعل النار نبدا نعصد ونزيد في الحليب النسلي الحليب النسلي لازم تجي تعصد تحطه ما يتحطش لك لك على وحدك فهمت تحرك وتحطك هاو في حد شيء درجين من زمان هي طابت من بعد
اخزر شفتها كيفاش قد ديجا بدات تيبس اخزر دي ديجا هي مازال ما خرجش من المقفول وبدات تيبس العصيده اخزر شوف شوف اخزر كيفاه وليت ثقيله وما فهمتش انا عبيت كيفاه هبطوها ديجا مكلك عامه من الواح شكون مشي كلها هذيا العصيده اللي طيبتها ولا انا صحافي نتاعي كبار برشا البنات هيا العصيده راهي تجي في صحافي صغيرين وديما ماني ليلة صلى الله ليلة صلى الله اللي نعمل العصيده مشيت نقاوم السريبس كله في كيدتهم صحافي شربه هذوكم كاينهم صحافي شربه وش بي سامحني مثلا هما صحافي شربه اني كنت طايشهم انا باش انت ترضي عليا هما صحافي شربه نتاع السيرفيس اش بهم ما يتحطش يوم العصيده ما يتحطش ولا يتحط تحط عادي نورمال فهمت عزيزتي كاينهم صحابي شربه معناتها سوكم كره سمره ما يجيش راك تحطهم في الصحافي هذوما تنقبوا وربي يدخلك للنار وبري عايشه اختي عملي حاجه اخرى بري بعدين بري قليل ما شريتش انا سيرفيس نتاع السيده واضح ما نشريش نحط في الصحافي هذوما والسني حبيت ناخذ راه والله حبيت ناخذ السني ما انا ما نشريش ما مانيش من العويدي الجمله واحده نشري في العصيده فهمت لكن السني حبيت ناخذ قلت نعمل واحد اصغر خاطر حبيت نفرقها ما نحبش نيك الحلو وانا نحبها برشا قلت نعمل السيرفيس صحافي صغار ونبقى نفرقهم مشيت عادنا اخر الليل ما لقيت حتى شيء ماكم خديتو نتوما حطيتو عصايدكم في الصحافي الصغار صح وفرح نا جاي في زاير وما ويظهر نحط حتى في صحن انا تعرفي صحن الماكله هذا لحظه خل هاي اكثرش من الصحفه ذي كان يفضل تاع نحط فيه اش نقول لك اكثرش من هك يفضل نحط فيها وداي يخطر نحط فيها تو ذي خاطر صغير وكان فرقش من هنا شفت ما عنديش خذي لي صحاف تحبوا علي هيبي من بعد يحشيو في علينا على انستغرام وانتو ما تحبوا شكون اللي بدا يعمل هكا قالت لي ما عملتش هكا تبداو تعملوا في ليرو مارك هذوم وانت يومك تحط في الصحفه نتاع البليبياس قعرة نا جيت زاير زاير نا جيت زاير زاير نا باش تيح الشارج راهو مفيهوش الشارج تليفون نحب تحلية تونسية اسمها عصيدة زقوقو بذور الصنوبر اي هي بذور الصنوبر بالضبط فوالا يعطيك الصح عصيدة زقوقو هي بذور الصنوبر ونحن الشعب الوحيد اللي طيبها معناها بذور الصنوبر كل شعب شي طيب فهمت في تونس نعمل بذور الصنوبر هذوك ونعملوا بهم العصيده وبنينه برشا 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 معناها انا ما فما حتى اترونجي ضيقت وذوقت عصيده زقوق وما كانش حاجه ذيقه عمره ما ينساها ياسر بنينه انا عندي عصيده زقوق ابان من عصيده البوفريو ابان من عصيده اي عصيده اخرى نحب عصيده زقوق هاي سو هذيك هي هذا كل عام وانت حي بخير عيشك والله اليوم حطيت في نفس الصحف نتاعي ما خايتش الصحف اللي عندك حط فيه انا امي حتى قبل ما تشريش سيرفيس بتاع زقوقو والله انا نعقلها تشري في في الواحد في رمضان اللي تشري معه في زقوقو احنا نحطه في الصحف اللي عندنا ما تحط تجبد صحافي السريبس وتحطه اللي يفضل تعبيه في كيسي هذا اش تربيت عليه اللي تربيت عليه نكمل بيه حياتي خاطر ماهوش عيب وماهوش حرام وماهوش مقلقني وفلوس الصحفه نتاع سيرفيس تعرف نجي نمو سيرفيس هذاك بقديش كان تحكي على الفلوس معناها كان تحكي على الدقوعين نعرفناه نعرف اللي ثما صحافي صغار نتاع عصيده ما انا ما لقيتهمش فهمت وسني برك خمم باش نشريهم حتى عام خمم باش نشريهم في حياتي ناجيت زاير زاير به يعطيكم انتوما الصحة اللي هاكم ساهرين معايا يعطيكم انتوما الصحة يسالش ما يقلقش يا جماعة راهو انا حليت حبيت نتونس معاكم معناه مش عنا في كل واحد يعطي رايه لما حاله هو فهمت لكن راهو فما عبيد عزيز برشا معناه يجيوك على البريفي معناتها الهدف نتاعهم داخلين الانستغرام باش يتفرجوا في اللايف نتاعي تو نبطل انا ما نعملش باش تقعد هي في المتوالية تتعمل تنقي احلى سموره واحلى عصيده محليك ربي فضل قولوا لي كان مشيتوا بالعامله وكي وريتكم زاد كيفاش تطيب العصيده برشا جربتوها فما شكون يطيب العصيده الصباح راه ولا يطيبها في الليل مخر ولا اللي هو ما فما حتى واحد راه تيجيبها طلبوها بالميزان بالميزان والعصيده تهبطوها جاريه ما تهبطوهاش عاقده ديجا وانت تعبي فيها تعقد هي يخسر
شفتها تعقد ها هكا وليت اعقد من اللي وريتها لكم دوب ما طاح. ومزيت هذيك حتى الغدوه معناتها يلزم الكوش الفوقاني يجي شيخ وكي تدخل المغرفه تجيك هكا تجيك تجيك تقعد التكستور نتاعها هكا ما كاينش تجي يبسه فهم. هذيك هي لاستوس او في الصحافيه هاي باش نحط في الكيسين تو هاي وين الصحافي الخايبين خلي يزيدوا ايه عندي صحافي خايبين لحظه استنى هاني جايتكم اه عندي كيسين هكا الزق اه او عندي صحافي صغيرين والله يعني لقيت هما المحل كيسين نتاع واحد كيسين نتاع جلاس ها عندي كيسين نتاع جلاس زيد كارز ها باش نحط في كيسين الجلاس زيد ندب وجهك ها فوالا ها وقيت الكيسين هذا تحسوا يجي نتاع عصيد نحط ها هيا بنت هيا هيا احلى لحظه في تاريخها يا سمارة مازلت من بعد مقفول باش نعطيه بالصويبعي اه ومخاتي ما بنها عايش تحب بيخ ها كيسين الكلاس فدلك والله يفدلك والله والله يفدلك معاكم برجو بيت باهي ها يا سيدي هيك قعدت صحفة حقا لما عشت كفي لي وقعدت شوية بعد ناس هي انت هاي باش نخرج حتى يتسجل لايف ونشيخ معاه ساعة ميسال شاب باش نهبطوا نهبطوا هذا باش نهبطوا راه مانيش باش نحي ما نحيش انا لايفات راه فما لايفات ما يحبوش يهبطوا وحدهم ما فهمتش يسجل سينيالي فيا ولا شنو سينو يبداو يهبطوا وحدهم تعرفوا ما عنديش صحفة نعمل بها غدوة تصويرة ولا ما نتكسف ايه مش تنعمل بالصحفة متاعي مشكلة هي تنعمل بها هذه صغيرة به او فيت العصيد اضاكو على كيلو 4.5 نجيك تهبل الحق على كيلو 4.5 انا عطيتهم الحكارات راهو كل واحد دبروا له كان انتم طريقتكم تظهركم صح بيان سور انا نعملها وتجي كما قال الكتاب ديجا هي غزل ما تكمل تعبي صحافي كان ما سي جمدت ما عادش دايو في وفي هذه نتاع الحويس اللي قعدت هكا هو فيت كلها عندك ضربه في كتفك حبي في بالي ها عندي ضربه في كتفي هكا هو يا جماعه مش نسكر اللايف وليله محمد رسول الله وغدوه نطيب العصيده الصباح ونحط عليها العصيده ولا يمكن بعد كان صار برشا نقوم نطيب العصيده ونعمل خلينا نسكرينا نوريكم قد عملت لي من صحفه المحل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صحافي كبار وواحده متوسطه 11 وزوز كيسان صغيرين 13 فوالا نحبكم برشا مولدكم مبروك وباي باي ادمه